تملك قنابل ذرية. لا هي تملك. تملك مفع، نعم، ليس لدي أي دليل بالبحث العلمي. هلا يريدوا بالإعلام أن يضعوا، ويبدأ البحث العلمي من طرفنا من الغموض الإسرائيلي. سببه، هل إسرائيل تخاف من القوانين الدولية؟ هي تخترق كل القوانين؟ يعني إذا بكرة أجت إسرائيل وقالت ما بقى في غموض نووي، أنا لدي أسلحة نووية مثل باكستان، مثل الهند، وهذا لحماية المجتمع اليهودي المختار من يهوى ومجزرة وإلى آخره وحكمه، مين بالغرب بده يلومه؟ في شيء في إسرائيل اسمه الغموض لأسبابه. ولذلك نحن أسرى اليوم أن نقول دائما لديهم. أما عدم دخولها بالإم بي تي هذا ازدواجية معايير، امتلاكها لتخصيب يورانيوم وامتلاكها لمفاعلات ودون كشف عليه من المنظمات الدولية، هذا تجاوز للقانون الدولي. ولكن للأسف نحن أسرى، قد أكون مخطئ، من الناس الذين يعتقدون أن لا تملك أسلحة نووية، وهي تعتبر هذا الغموض لهذا السبب. والحقيقي أن هناك غطاء نووي أمريكي ضمن الاتفاقيات السرية لحماية إسرائيل، هذا صحيح. وبالتالي نحن نمارس هذا الإعلام الذي يكرر ما يريده الصهاينة أعتقدوا دون أي إثبات ودون أي دليل. وإذا كان لديهم كانوا يستطيعوا أن يقولوا نحن مثل أي دولة، مثل الصين، مثل روسيا، نحن دولة عظمى، ما في شيء بيمنع إسرائيل، ما حدا بياخد قرار بمجلس الأمن ضدها. هذا الغموض بالبحث لدينا على الأقل بمركز دراساتنا هو لهذا السبب، لأنها لا تمتلك وأنها تلتزم بالغطاء النووي الأمريكي. ماذا يعني أنها لا تمتلك؟ يعني ومع أنه متأكد أن كان هناك تسريبات نقلت على لسان رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا 250 رأس نووي، سربت هذه المعلومة نقلا عن لسانه قبل حوالي عام ربما، وكان هناك ضجة كذلك أثيرت يعني في شيمون بيريز، هو الذي جاء بهذا المشروع وهو الذي جاء بهذه الخرائط من فرنسا وبهذه الإمكانات النووية للمفاعل النووي. وأستبعد كثيرا، أنا شخصيا لم أسمع، لم نؤرشف، ولذلك أنا أقول لك أنه ما في أي تصريح، يعني ما تدخلت بشيء شاكك فيه، لا يوجد أي تصريح. وإلا لو شيمون بيريز مرة واحدة قال لدي قنبلة ذرية، لا عاد هناك معنى للاستراتيجية الإسرائيلية في الغموض النووي. يعني يبدأ تاريخ يسجل للتاريخ أنه إذا بيريز قال عندي قنبلة مش 200 رأس نووي، من اليوم التالي يكتب بالعالم كله أن إسرائيل خرجت من استراتيجية الغموض النووي إلى استراتيجية الوضوح النووي. طيب هذا لم يحصل. طيب سنكمل. هل هناك مئات الكتابات عن 200 رأس نووي؟ نعم. أنا في سنة من السنوات دخلت إلى مكتبة الكونغرس في كواليسها على الرف الذي يوجد فيه كل الدراسات الأمريكية عن الأسلحة النووية الأمريكية، ووجدته فارغا. وعندما سألت المسؤول قال هناك نظام تتابعي من قبل منظمات يهودية لسحب كل هذه الملفات لأنهم لا يريدوا أن ينظر إليها أحد. أريد أن أتوقف مع فاصل من هنا. كانت الكيريوزيتي، يعني الأهمية أن نتابع بأماكن أخرى، لأنه ما يكتب عن واقعهم لا يعطي أي دليل على أنهم سنكمل الحديث، ولكن نتوقف أعزائي المشاهدين مع فاصل، من ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. مؤتمر نيويورك والمقترحات الإيرانية لحظر الانتشار النووي موضوع هذه الحلقة. أعود أذكر بضيفي الكريمين، منسق شبكة أمان للدراسات الاستراتيجية الأستاذ أنيس نقاش ضيفي في الاستوديو، ومن واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سلام نعمات. أعود وأرحب بكم معي في هذه الحلقة. سيد نقاش، إذا أردنا أن نتحدث عن المقترحات الإيرانية بعد أن سلطنا الضوء ربما عن ازدواجية التعاطي من قبل الدول الغربية، الترسانة النووية الموجودة في هذه الدول، خطورة هذه الترسانة النووية، الآن هناك مقترحات قدمها الرئيس الإيراني محمود أحمد نجات 11 مقترحا، كيف يمكننا أن نقرأ هذه المقترحات؟ وهل فعلا هناك واقعية إذا صح التعبير لتطبيق هذه المقترحات في ظل هذه الهيمنة الغربية والضغط الدولي بالطبع؟ إذا كان المقصود بالسؤال عن الواقعية أن تتلائم مع الواقع، نعم، هو لم يتحدث عن إلا حقائق. هو عندما يقول أن بعض الدول التي لديها أعضاء بين الحكام بالمؤسسة المنظمة الدولية الوكالة الدولية يملكون أسلحة نووية ولم يفعلوا شيء للتراجع عن وإلغاء الأسلحة النووية، هذا واقع. عندما يقول يجب طردهم لأنهم هم ما زالوا يهددون وهم الذين استعملوا والذين يملكون، هذا أيضا واقع. فإذا كل اقتراحاته وكل خطابه
يتلائم تماما ويتناسق مع الواقع. أما إذا كان السؤال أنه هل هو واقعي بأنه ممكن أن يلزم الدول أن تصوت على هذه الاقتراحات والوصول إلى هذه النتائج، ليس بالضرورة من المرة الأولى أن عندما تقدم اقتراحات أن تتبنى هذه الاقتراحات. يعني حتى الولايات المتحدة تتبنى اقتراحات منذ أشهر حول عقوبات جديدة على إيران، ولا يتبناها أحد أو يتبناها البعض ولا تستطيع أن تفرضها، فتغيرها وتغيرها وتغير أجندتها. هذا واقع في العمل الدبلوماسي. عليك أن تضع خطة، وهذا أنا أسميه خريطة الطريق. هو يريد أن يصل إلى أهدافه. في هذه الاقتراحات ثبت أن إيران ليست فقط تعلن أنها لا تريد سلاح نووي، بل مستعدة للتعاون مع العالم وتقدم اقتراحات من أجل خلع السلاح النووي في كل أنحاء العالم. ماذا تريد أكثر من ذلك إيجابية؟ ثم يضع الدول التي تملك سلاح نووي في موقع المتهم، وليس كما تضع نفسها هي في موقع الحكم. والمنطق يقول ذلك، أن ما يملك السلاح يجب أن يكون صوته منخفضا وهو المدان، والذي لا يملك سلاح يجب أن يكون هو الحاكم والحكم لأنه لا يملك. وبالتالي هذه المقترحات هي مقترحات واقعية وعملية تحتاج إلى جهد. في كثير من الدول أهمها تركيا وإيران والبرازيل جاءوا إلى طهران، وطهران ذهبت إليهم، ومؤخرا الأسبوع الماضي طهران كان من أسبوعين وزير الخارجية البرازيلي صحيح. وكان التركي قبله، قالوا نحن متفقين تماما في المواقف الإيرانية، بمعنى أنه خلع السلاح يجب أن يكون مفروض على الجميع، وأن تنفيذ الاتفاقيات يجب أن يكون مفروض على الجميع، وأن هؤلاء وأن لإيران حق بالتفصيل. من الذي يمكن أن يفرض على هذه الدول؟ يعني هل الأمم المتحدة، هل الوكالة الدولية؟ هناك أكثر، هناك أكثر من مجال. الكبرى في مؤتمر الدول الإسلامية، منظمة الدول الإسلامية، يمكن لإيران أن تستجمع أصوات من داخلها إذا كانوا صادقين. يجب أن يقفوا كلهم هذا الموقف، وهي تتحدث عن مواقف تفيد كافة الدول الإسلامية. ممكن في دول عدم الانحياز أيضا، والسنة القادمة لدينا مؤتمر عدم الانحياز في طهران، في جزيرة كيش سيعقد في إيران، فممكن أن تكون هذه خريطة الطريق هي للعمل ضمن المجموعة الإسلامية، ضمن مجموعة عدم الانحياز، ضمن مجموعة آسيا. وكلما استطاعت إيران أن تتقدم، ليس بالضرورة تحقيق كل الأهداف، لو حققت هدف وراء هدف هي تكون فعلا عم تمارس سياسة دبلوماسية ردعية، ليس فقط للدفاع عن نفسها، للدفاع عن البشرية، لأنه ما في نقطة هون إلا حماية البشر في هذه النقاط التي قدمها الرئيس أحمد نجاد. سيد نعمات، أسمع منك تعليق خصوصا فيما يتعلق بخطاب الرئيس الإيراني، وصفه البعض بأنه عرى الدول الغربية، خصوصا تلك الدول التي تريد أو أن تكون الحكم وهي المدانة، كما أشار قبل قليل كذلك الأستاذ نقاش. هناك مقترحات قدمت من قبل الجانب الإيراني، قدمها الرئيس الإيراني، تخدم البشرية بشكل عام. يعني إلى أي حد فعلا أحرجت هذه المقترحات الدول الغربية، وخصوصا من ينادي ب يعني الحد من انتشار النووي في العالم؟ في الواقع ردود الفعل بالنسبة لخطاب الرئيس أحمد نجاد كانت متباينة في حتى في الصحافة الأمريكية. هناك من رأى بأن هناك وجهة نظر ومنطق حقيقي فيما طرحه الرئيس الإيراني، ولكن كان التركيز في الإعلام على الهجوم الذي شنه الرئيس الإيراني على الإدارة الأمريكية. وبالتالي حتى لو كان هناك اتفاق تتبناه حتى الولايات المتحدة فيما يتعلق ببعض مقترحات الرئيس الإيراني، لكن ذلك لا يلغي حقيقة أن هناك خلاف حول الملف النووي الإيراني. والسبب هو ليس لإيران الحق بامتلاك طاقة نووية سلمية، ولكن المشكلة هي أن سجل إيران في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع المجتمع الدولي أشار وكشف بأن هناك كثير من المنشآت والنشاطات النووية المخفية التي كانت لم يكن المجتمع الدولي يعرف عنها، ولم تكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرف عنها. وبالتالي هي هناك أزمة ثقة، ليس هناك من يعارض مبدأ امتلاك إيران للقدرات النووية السلمية، لذلك تم عرض فكرة تخصيب اليورانيوم في الخارج، تم عرض من جانب الأمم المتحدة لتوفير القدرات النووية السلمية لأغراض استخدام السلمي، ولكن كان هناك مماطلة وربما موافقة أولية من جانب إيران ثم العودة عن ذلك الموقف. لذلك إيران ليست تواجه فقط مشكلة ثقة مع الولايات المتحدة، ولكن أيضا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما سمعنا، ومع المجتمع الدولي، خاصة وأن هناك قرارات لمجلس الأمن بهذا الخصوص، بمعنى هذه القرارات صدرت بالإجماع
ولم تتحفظ عليها الدول الخمس دائمة العضوية. يعني هل يعني سأستمع بالطبع إلى تعليق الأستاذ نقاش حول النقاط التي طرحتها، ولكن بين قوسين، هل تعتقد أن الدول الغربية والدول الكبرى وتلك الدول التي لديها هذه الترسانة